الحقيقة ما كانش تشاور مع أصحاب المهنة وحتى في تعليقكم اللي يكون للحديث عن هذا المشروع، بل بعثنا احنا مع وزارة السياحة والبنك المركزي وعدد من البنوك لجنة خدمة على إيجاد الحلول الممكنة لفتح مشكلة المديونية. مع الأسف المشروع قانون هذا أتى وكأنه هامش نوعا ما العمل اللي قامت به اللجنة اللي خدمت على أشهر. ثم العديد من الآلات الخطيرة في مشروع القانون هذا، ومنها بالأساس الصلاحية البنائية الغير محدودة لهذه الشركة، معناها تنجم الشركة هذه مهما كانت قيمة المديونية وعمرها تنجم تاخذ تتعامل مع الفندق اللي عنده مديونية حتى 50,000 دينار طرأت موجودة يوم بعث هذه الشركة، تنجم تتصرف في النظام هذا. هذه أمور غير معقولة وغير مقبولة ولا بد من تلافيها بكيفية أو بأخرى. قرارات اللجنة هذه غير قابلة للصعب، واللجوء إلى القضاء كان غير ممكن، وهذا بطبيعة الحال تعرفوه أكثر مني، هو أمر غير قانوني وبالأساس غير مسؤول. دونك لا بروفيسيون دو باغي سي بروجيتي سور لو تكست دو لوا إلى بروفيسيون دو لوا. Nous avons travaillé en tant que fédération, en la personne de Cédel Ndjiri, dans une commission qui a réuni, qui a réuni la qui a réuni la banque centrale, les banques, le ministère des Comptes publics, les fonds d'investissement, et ils ont travaillé pendant des mois. Ils sont arrivés à des solutions concrètes et des solutions qui peuvent être mises en application rapidement que ce que peut faire cette société de gestion des actifs. Mais nous disons aussi que la société de gestion des actifs peut être un complément aux solutions qui ont été trouvées par la commission entre les différents intervenants dans ce secteur-là. Le canon est un état de Cameroun. باش تكون له عواقب وخيمه جدا للقطاع الفندقي وبالتالي للقطاع السياحي والاقتصاد التونسي.